دائما وعلى بركة الله ينطلق مشاهدينا الكرام برنامج أشواطنا لهذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر مارس آذار لسنة 2010 للميلاد. وهذا اليوم الذي أيضا نتابع من خلاله استكمال أيام المرحلة الأولى من سباقنا المحلي السادس والأشواط المفتوحة الخاصة بالجذاع البكار والقعدان. على بركة الله تعالى إذن ينطلق بحفظ الله ورعايته الشوط الأول الرئيسي في مهرجاننا وفي سباقنا المحلي السادس مشاهدينا الكرام، مع إشراقة شمس أمل جديدة تكون الآمال وتكون الطموحات لكل من سيشارك في هذا السباق المحلي. حتى وإن كان سباقا محليا مشاهدينا الكرام، إلا أن مذاق الناموس وطعم الانتصار هو جميل جدا في كل وقت وحين وفي كل سباق من سباقاتنا هنا على ميدان التحدي، التي دائما تحظى بالقوة الكبيرة وتحظى بالتحديات المثيرة. على بركة الله تعالى إذن ينطلق مشاهدينا الكرام الشوط الافتتاحي، وهو الشوط الرئيسي لسباقنا لهذا اليوم، والبداية مع الهدة التي انهدت على مقدمة هذا الشوط. الهدة إذن تحتل المركز الأول لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان بقيادة سعيد بن مبارك الوهيبي، ولكن تدخل من قبل مكيدة تتدخل مشاهدينا الكرام لكي تنال شرف مقدمة هذا الشوط، ولكي تحظى أيضا بالاهتمام الإعلامي وتحظى بمتابعة عدسات الكاميرات التي سترافقها في حل وترحالها وأيضا في جولاتها هناك على المقدمة. تعود ملكية مكيدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة فهد بن سيف الخيارين. المركز الثاني الهدة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف النهيان، ضيفتنا العانية والمتعنية من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة هنا على أرضية ميدان التحدي في سباقاتنا لهذا الموسم. يضمر الهدة سعيد بن مبارك الوهيبي. المركز الثالث شقرة تحتل المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الرابع الحساسة تحتل المركز الرابع لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني الثاني، وعملية التضمير لدى السيد علي بن حمد بن مقارح المري. أما خامس المراكز فتتواجد فيه الحذرة التي تعلن عن تواجدها المميز دائما، الحذرة لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وبقيادة محمد بن علي بن جرحب المري. هكذا هو النداء مشاهدينا الكرام، هذه هي المعطيات. رغم أنني شاهدت تدخلا قويا في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء من قبل الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبيد بن شنان المري، هي خطفت الآن المركز الرابع. وانتظروا الأدوار التي سوف تلعبها هذه البكرة التي انطلقت واحتلت المركز الرابع واسمها الشاهينية. عموما هناك المقدمة، هناك الصدارة، هناك مكيدة التي تحتل المركز الأول، ولكن أرى بالعين المجردة بأن شقرة هي من تتسلل، هي من تتوغل في أعماق وفي صميم المركز الأول لكي تنطلق مع انطلاقة صباح هذا اليوم الجديد. تنطلق إذن بالطموحات الجديدة وبالآمال الجديدة في شوط التطلعات الكبيرة، خاصة وأنها تطلعات من أجل الناموس في أقوى الأشواط لهذا الصباح الشوط الأول. الله الله الله. عموما مشاهدينا الكرام، تنتصف المسافة المقررة لعمر هذا الشوط، هناك 6 كيلومترات قطعنا منها 3 وتبقى على خط النهاية 3 كيلومترات أيضا، وهنا شقرة تحتل المركز الأول
لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وناصر بن مسفر الشهواني على عملية التضمير، ينخطف المركز الأول. الله، هذه الشاهينية التي سوف تلعب أدوارا مثل ما ذكرت، أدوارها ستكون ريادية. هذا ما يتضح لنا حتى هذه اللحظات. غيرت الآن وانتقلت إلى مركز السيادة وإلى مركز الريادة وإلى مركز القيادة. إنها الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة عمدة المضمرين عبيد بن شينان المري. المركز الثاني شقرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وعملية تضميره لدى المرعب ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الثالث، هنا التواجد مشاهدين الكرام للهدى لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع المتواجد سعيد بن مبارك الوهيبي أيضا بدوره في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. المركز الرابع، وصلنا إلى نوف. نوف وأول إذاعة لنوف. نوف لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع مضمر حماس، مع مضمر ذهبي. مشاهدين الكرام، صائد كأس الكؤوس سالم بن فاران المري الذي ينطلق الآن بدوره ليرافق نوف في هذا التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الخامس، وصلنا إلى مكيدة في خامس المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع مضمر منصورة وسلهودة وبلشة فهد بن سيف الخيارين. يا سلام يا سلام يا سلام. المحترف والذهبي والمرعب والعمدة والمتواجد. الله 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 الله. الشوط الرئيسي، إلى أين سيذهب وإلى أين سوف تحدد هذه الإحداثيات؟ إلى أي حزبة؟ إلى أي حزبة من هذه الحزب؟ كيلو ونصف الكيلو على خط النهاية. وبدأ المضمرين الآن في تغيير حساباتهم وفي وضع الخطط التي يرونها مناسبة لهم. عموما الشاهينية ما زالت تقود الأمور وتحتل المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وبقيادة عبيد بن شينان المري. المركز الثاني، الهدى تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك الوهيبي، والخوف مع نوف. الخوف من نوف. الكيلو الأخير، الكيلو الصعب، الكيلو الذي من عنده يتحدد مسار الناموس. انطلقت نوف في المركز الثالث وتحركت نوف، ومكيدة أيضا تنطلق بدورها في رابع المراكز. يا سلام. الله الله. الشاهينية ما زالت محتفظة بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبيد بن شيران المري. ومكيدة تحركت الآن، تحركت مكيدة وانطلقت مكيدة في المركز الثاني وتتجاوز الآن، تتجاوز مكيدة ونوف وكذلك الهدى. الله 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 الله. مكيدة ونوف، نوف ومكيدة. ويا سلام يا سلام يا سلام. نصف كيلو، 500 متر، ومكيدة على الصدارة، مكيدة على المركز الأول، ونوف الآن. نوف، نوف نافت على المقدمة يا جماعة. نوف والخوف من نوف، ونوف تنتزع المركز الأول لتكون بذلك في المركز النايف، في المركز الأغلى والأعلى دائما. المركز الأول إذن يسجل باسم نوف. ونوف، وسلام نوف، سلام يا نوف على هذا الانطلاق وعلى هذا التحدي. وتهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني للمضمر سالم جابر بن فاران المري. المركز الثاني مكيدة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث، الهدى لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. المركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس،
جاءت في شقرة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. مشاهدينا الكرام، هكذا هي تحدياتنا لهذا الصباح، وهذا هو تحديد مسار ناموس هذا الشوط عند هذه النقطة من خلال التجاوز الذي سجل من قبل نوف لكافة المشاركات، وكان تسللا أخيرا على مكيدة وخطفت منها ناموس هذا الشوط. التوقيت الزمني 9:25.11 من الثانية هو توقيت نوف. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكذلك للمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني مكيدة وتوقيتها الزمني 9:26.01 من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكذلك للمحترف فهد بن سيف الخيارين. المركز الثالث جاءت فيه الهدة واقتنص الثالث المراكز بتوقيت زمني قدر ب9:26.15 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان هيان وللمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي. مشاهدينا